بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الموقع الخبيث المفسد عامته مفسد، واحد في الألف يمكن اللي فيه احتمال. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. تعرف عليها في الكلية ثم فوجئ بأنها تتعرف على شباب على الفيسبوك. مصيبة المصائب عند الشباب والبنات، الفيسبوك وسيلة للتعارف الفاسد والعلاقات المحرمة. نسأل الله أن يتوب على الشباب والشابات المسلمين والمسلمات. أعلى موقع بعد جوجل في العالم في الإنترنت، بيدخلوا علينا موقع وكل واحد بيعمله صفحة فيه، بيعمل لينكات، بيعمل اتصال، بحيث أنه هو أول ما يفتح الصفحة بالناس اللي عملهم اتصال يتظهر صورهم وحاجاتهم كلها، وكل واحد ينزل حاجة يروح جابعت لأصحابه اللي هو عامل لهم لينكات اتصال يعني بيهم، تنزل حاجة بتاعتهم عليه وبيعمل حوارات عليه بين اللي هو اللي عايز يعمل معهم حوار. فوجئ أنها تتعرف على شباب على الفيسبوك واحد تلو الآخر وتكلمهم في أخطر من الحب. أسأل الله العافية. ثم تعرف هو عليها على الفيسبوك أيضا ويشعر بصدقها. يا رب اهديها يا رب واهديها. لا، هذا الشعور غير صحيح وغير صادق لأنه نشأ عن معصية، وإلا فلو يعني ما تبنيش على شعور يخدعك الشيطان به. إذا كنتما تريدان التوبة فاقطع هذه العلاقات وامتنع عن الدخول على هذا الفيسبوك، وبعد أن تتم التوبة تنظر في الزواج منها. هل يتزوجها على تلك الحال؟ شوف بقى عدم الصدق في الرغبة، بيسأل ويقول إيه وماذا يفعل مع أصدقائه الذين تعرفوا عليها على الفيسبوك. يعني مشكلته إيه مع الناس، الناس هيقول لهم إيه ويعمل معهم إيه. ونسأل الله العافية. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أنا أقول لك لابد من التزام صادق، توبة صادقة من الطرفين. بعد أن تلتزم هي بالصلاة والحجاب والنقاب وترك هذا الموقع الخبيث المفسد عامته مفسد، واحد في الألف يمكن اللي فيه احتمال. فبعد أن يتوب إلى الله ينظر في أمر الزواج هل هناك توافق أم لا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الإسلامي www.wadhakkir.net.